بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات مستوى جذع مشترك علمي. سؤال أول: بين أن العدد 197 عددا أوليا. العدد الأولي هو الذي له قاسمان فقط، يعني مثلا إذا أخذنا خمسة عدد أولي، نكتبه فقط على شكل خمسة يساوي واحد في خمسة، يعني له قاسمان فقط هما واحد وخمسة. السؤال الثاني: أوجد عددين طبيعيين A و B حيث 2 A أس 2 ناقص 2 B أس 2 تساوي 394. A و B عددين طبيعيين، يعني أن A و B ينتميان إلى المجموعة N، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N، وإن تساوي 0 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية. بالنسبة للعدد الأولي نبينه بعدة طرق. في مقطع سابق قبل مدة شرحت طريقة غربال أرينستون، ثم طريقة التفكيك إلى جدا العوامل الأولية تكلمنا عنها في مقطع سابق، ثم اليوم في هذا المقطع سنتعرف على الطريقة. أولا نكتب الأعداد الأولية بالترتيب. أول عدد أولي هو 2، و2 هو العدد الزوجي الوحيد الذي يعتبر عددا أوليا، وباقي الأعداد الأولية كلها أعداد فرضية. العدد الذي يليه 3، العدد الأولي الذي يليه 5، ثم 7، 11، 13، 17، 19، 23 وهكذا إلى ما لا نهاية من الأعداد الأولية. وقلنا أن 2 هو العدد الزوجي الوحيد الذي يعتبر عدد أولي. انظر العدد الأولي لا قاسم، 2 تساوي 1 في 2 فقط، 3 يساوي 1 في 3 فقط، وهكذا بالنسبة لباقي الأعداد الأولية. إذن 197 هل يقبل القسم على 2؟ جواب، وإذا قسم على 2 هذه هو الخارج النتيجة، نحصل على بالآلة الحاسبة 197 قسم 2 98.5. تطبيق عددي أو لبحث الوقت نستعمل الآلة الحاسبة. انظر الخارج أكبر من 2، إذن نتابع 197 لا يقبل القسم على 3. لو كان يقبل القسم على 3 لكان مجموع أرقامه من مضاعفات 3، 7 1 زائد 9 10، 10 زائد 7 17، و 17 ليست من مضاعفات 3، إذا 197 لا يقبل القسم على 3، و 197 قسم 3 هذا هو الخارج، نكتفي برقمين وراء الفاصلة، 65.66، أكبر من 3 نتابع. 197 لا يقبل القسم على 5، لو كان يقبل القسم على 5 لكان رقم وحدته 0 أو 5. إذا لا يقبل القسم على 5، 197 قسم 5 هذا هو الخارج، والخارج 93.4 أكبر من 5 نتابع، وهكذا لا يقبل القسم على 7 هذا هو الخارج أكبر من 7 نتابع، لا يقبل القسم على 11 نتابع، لا يقبل القسم على 13 هذه النتيجة أكبر من 13، انظروا هنا لا يقبل القسم على 17، انظروا الخارج، الخارج 11.58 في هذه الحالة أصغر من 17. هنا دائما الخارج أكبر من العدد الذي الأعلى، لكن هنا انظروا 11.58 والخارج أصغر من العدد الأول 17، أتوقف لا أتابع. إذا 197 عدد أولي، لماذا؟ لأن كما جاء في الطريقة 11.58 أصغر من 17. إذا 197 عدد أولي يكتب فقط على الكتابة فقط، لا يمكن أن نجد مثلا 2 في أو 197 يساوي 3 في أو 4، فقط له قاسمان هو العدد الواحد ونفسه العدد نفسه. نمر إلى السؤال الثاني: أوجد العددين الطبيعيين A و B حيث 2 A أس 2 ناقص 2 B أس 2 تساوي 394. إذا نمسح السطور ثم نتابع. السؤال الثاني: أوجد عددين طبيعيين A و B حيث A و B عددان طبيعيين، يعني مجموعة N 0 1 2 إلى ما لا نهاية. انظروا على الكتابة هنا، لدينا 2 A أس 2، 2 A أس 2، يعني 2 مضروبة في A في A، A في A و A أس 2 ناقص 2 ب أس 2 كم تساوي كما جاءت في المعطيات 394. إذا لاحظوا لدينا 2 فأعمل لي 2، إذا 2 مضروبة في ماذا؟ في أس 2 ناقص ب أس 2.
إذن اثنان في أقص اثنان هي اثنان أقص اثنان ناقص اثنان في بيوس اثنان هي اثنان بيوس اثنان تساوي كم؟ تساوي 384. ثم بعد ذلك لاحظوا معي سأقسم هنا على اثنان، سأقسم هنا على اثنان، سأقسم على اثنان أيضا طرف آخر أقسم على اثنان. إذا قسمت على اثنان تبقى متساوية صحيحة، هذا الطرف يساوي طرف لأنني قسمت على اثنان وقسمت على اثنان. ثم بعد ذلك لاحظوا معي أختزي باثنان، اثنان ضرب اثنان قسمة أختزي. إذا ماذا بقي؟ بقي لدي أقص اثنان ناقص بأس اثنان يساوي 394 قسمة اثنان. باستعمال الآلة الحاسبة أو باستعمال التطبيق العددي هذه سوف أجد أن 394 قسمة اثنان تساوي خارجها 197. ثم بعد ذلك تلي معي أقص اثنان ناقص بأس اثنان تذكركم بماذا؟ تذكركم بالمتطابقة الهامة، متطابقة هامة أقص اثنان ناقص بأس اثنان تساوي أ ناقص ب في أ زائد ب، هذه متطابقة هامة، أ ناقص ب مضروب في أ زائد ب يساوي أقص اثنان ناقص ب يساوي قاعدة متطابقة هامة علاقة. إذن أقص اثنان ناقص بأس اثنان هي العلاقة هي 197. إذا لدينا واحد العدد أ ناقص ب مضروب في واحد العدد أ زائد ب كيعني 197 و أ عددان طبيعيان يعني موجبة. أ ناقص ب عدد مضروب في عدد، تحنا هنا هنا أيضا نكتب عدد مضروب في عدد 197 في واحد تساوي أ زائد ب في أ ناقص ب. وأوهام هذا مثلا أ زائد ب في أ ناقص ب، وبالمقارنة أ بعددان طبيعيان بديعين يعني أن أ زائد ب أكبر من أ ناقص ب لأنهما عددان طبيعيان، أ زائد ب أكبر من أ ناقص ب. إذا أ زائد ب أكبر من أ ناقص ب يعني أ زائد ب يعني أن أ زائد ب سيكون هو 197. أما أ ناقص ب قلنا أصغر من أ زائد ب غادي يكون هو واحد. عدد في عدد عدد في عدد بالمقارنة الأكبر هو 197 أصغر هو واحد. ثم نتابع، إذا نتبعوا هذه الكتابة لاحظ هذه نظمة أصبحت نظمة. انظر سأجمع هذا العدد زائد هذا العدد يساوي هذا العدد زائد هذا العدد لدينا متساوية. إذا هذا العدد في الأعلى زائد العدد في الأسفل يساوي هذا العدد في الأعلى زائد العدد في الأسفل. إذا أ زائد أ اثنان أ، أ و أ يعني أ مرتين اثنان أ زائد ب ناقص ب زيد ب ناقص ب يعني عددان متقابلان مجموعهما صفر يعني زائد صفر لا داعي لكتابة زائد صفر. إذا أ زائد ب نضيف إليها أ ناقص ب نجد اثنان أ لأن زائد ب و ناقص ب عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر. إذا هذا زائد هذا يساوي هذا زائد 197 زائد واحد 198. الآن هذا العدد اثنان هذا العدد اثنان الذين متساوي هذا الطرف يساوي هذا الطرف أقسم هنا على اثنان أيضا أقسم هنا على اثنان تبقى المتساوية صحيحة. لكن انظر سأختزل اثنان على اثنان في الأسفل ماذا بقي؟ بقي أ، بقي أ كم يساوي؟ 198 قسمة اثنان. باستعمال الآلة الحاسبة أو تطبيق عددي سوف نجد أن أ يساوي 99. إذا وجدنا أ جيد، وجدنا أ هذا جيد. إذا انتبهنا هنا
A زائد B. A زائد B جاء في هناك 197. 197. إذن وجدنا A. لقد وجدنا A. الآن نبحث عن B. إذن B كم تساوي انطلاقا من المتساوي؟ B يساوي آخذ A إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة 197 ناقص A. A آخذها إلى الطرف الآخر تتغير الإشارة. إذن B يساوي 197 ناقص A. وA كم وجدنا؟ وجدنا A تساوي 99. وباستعمال الحاسبة أو تطبيق عددي نحسب البدء. سوف نجد أن البدء تساوي 197 ناقص 99. سوف نجد أن البدء تساوي 98. إذن العددين الطبيعيين A و B هما 98 و 99. A هو 99 و B هو 98 ومجموعهما يساوي 197 وفرقهما 99 ناقص 98 فرقهما يساوي 1. وإذا مثلا 2 في A أس 2 وأعوض A بقيمة ناقص 2 في B أس 2 سوف نجد 394. يعني أن 2 مضروبة في 99 أس 2 ناقص 2 مضروبة في 98 أس 2 تساوي 394.